في متابعة إسبوعية لمنافسة الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015 وقبل نهاية مباريات الدور الأول، وتحديداً في الإسبوع 18 حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة القمة 109 بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي، حيث تقدم أيمن حفني لفريق الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة قبل أن يعادل وليد سليمان النتيجة للفريق الأحمر بعد هدف الزمالك بأربع دقائق فقط. وبذلك التعادل وصل رصيد الأبيض إلى 41 نقطة في المركز الأول، بينما وصل رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، متبقيا له لقاء مؤجل. وفي باقي لقاءات الجولة 18 فاز فريق اتحاد الشرطة بهدف دون رد على الجونة في المباراة التي جمعت بين الفريقين باستاد الجونة بالبحر الأحمر بهدف لنانا باكو في الدقيقة 78، وبهذا الفوز يرتفع رصيد الشرطة للنقطة 26، بينما يتوقف رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز 16. وفي الدربي البترولي تعادل فريق بتروجيت مع نادي ام بي بهدف لكل منهما، وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة ليصل فريق ام بي الى النقطة 38 في وصافة الدوري، بينما وصل فريق بتروجيت الى النقطة 26 محتلا المركز 8. فيما حقق النادي المصري فوزا هاما على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف احرزه حمادة يحيى في الدقيقة 88، وبهذا الفوز رفع الفريق البورسعيدي رصيده للنقطة 24 محتلا المركز 11، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 25 في المركز 9. وتعادل حرس الحدود مع مضيفه فريق الرجاء بهدفين مقابل مثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 24 في المركز 12، ويرتقي الرجاء إلى المركز 16 برصيد 17 نقطة. وفاز فريق مصر المقاصة على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الفيوم، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 28 في المركز 5، وتوقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 32 ليحتل المركز 4 في جدول ترتيب الدوري. وتعادل الداخلية مع الأسيوطي بهدف واحد لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ليرتفع رصيد فريق الداخلية إلى 21 نقطة في المركز 13، كما ارتفع رصيد الأسيوطي إلى 6 نقاط في المركز 20 والأخير. وتعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره سموحة سلبيا في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، ليصاب الدرويش بعقم تهديفي في أول مباراة يخوضها الفريق بدون هدافه الغاني جون أنتوي، وبهذه النتيجة لم يتغير ترتيب الفريقين في جدول الدوري، حيث ظل سموحة في المركز 15 كما بقي الدرويش محتلا المركز 7. وحقق فريق المقاولون العرب فوزا صعبا على النصر، حيث حول ذئاب الجبل تأخرهم بهدف بالفوز بثلاثية، ووصل رصيد فريق المقاولون إلى النقطة 24 في المركز 11، بينما توقف رصيد النصر عند المركز 18 ب14 نقطة.